مشاهدي شوف تي في اينما كنتم اهلا ومرحبا بكم في الموجز الرياضي. كشف رشيد الطوسي مدرب المنتخب الوطني المغربي استمراره في تدريب اسود الاطلس حتى نهايه مهمته، وقال الطوسي في مؤتمر صحفي امس ان رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم علي الفاسي الفهري طمأنه عبر اتصال هاتفي بينهما على انه سيواصل مهامه ولا يوجد اي شيء يدعو الى الاستغناء عنه. ومن جهة أخرى نفى الطوسي أي وجود لمفاوضاته مع مسؤول فريق الوداد البيضاوي لتدريب الفريق الأحمر خلال الموسم الكروي القادم، وقال إنما تم تداوله في هذا الشأن مجرد اجتهادات من وسائل الإعلام فقط. وفي علاقة دائما بالموضوع، زار اللاعب الدولي المغربي الحسين خرجة معسكر الأسود بمراكش من أجل الرفع من معنوياتهم وإعدادهم من الناحية النفسية لخوض المباراة الحاسمة أمام تنزانيا التي ستحدد بقاء أو إقصاء المنتخب المغربي من تصفية كأس العالم المؤهلة للبرازيل. ودعا الحسين خرجة الجماهير المغربية إلى مساندة الأسود في مهمتهم أمام تنزانيا ونسيان الهزائم الأخيرة والنظر إلى المستقبل بتفاؤل أكثر. انتخب أحمد المشكح رئيسا للجمعية الوطنية للصحافة الرياضية خلال جمع عام تأسيسي في مدينة الدار البيضاء مساء يوم أمس. واختير المشكح رئيسا لهذا المولود الجديد الذي جاء لينضاف إلى كل من الجمعية المغربية للصحافة الرياضية والرابطة المغربية للصحفيين الرياضيين واتحاد الصحفيين للرياضيين. وحسب اللجنة التحضيرية للجمعية فإن المبادرة لم تأتي من أجل المنافسة باقي الجمعيات أو مزاحمتها في المشهد الجمعوي الرياضي، بل أتت لتطويره إلى أكثر. وفي الخبر الأوروبي، أكد اللاعب الدولي الهولندي روبن في مقابلة نشرتها اليوم صحيفة بيلد الألمانية أنه لا يرى سببا يدعوه لمغادرة بايرن ميونخ الألماني في الصيف الحالي، مشيرا إلى أنه يخطط للبقاء مع النادي البافاري الذي يمتد عقده معه حتى 2015. وارتبط روبن بالانتقال إلى عدد من الأندية الأوروبية بما في ذلك مانشستر سيتي وليفربول بعد الشائعات التي تحدثت عن رغبة المدرب لنادي بايرن ميونخ الألماني بيب غوارديولا بالتخلي عنه في فترة الانتقالات الصيفية بسبب سلوكه المثير للجدل. يبدو وبعد وصول النجم البرازيلي نيمار إلى نادي برشلونة قد يسبب الفوضى في غرفة خلع الملابس، وهو الأمر الذي لم يحدث منذ وصول المدرب بيب غوارديولا الذي اتخذ موقفا ثابتا في هذا الصدد ضد أي شخص يحاول التلاعب في استقرار الفريق الكاتالاني. وعلى الرغم من مساهمة اللاعب نيمار في الميدان، إلا أن هناك شيء ينذر بالخطر الكبير بسبب راتب اللاعب البرازيلي السنوي الذي يتفوق به على العديد من اللاعبين الرئيسيين في برشلونة مثل ليونيل ميسي وتشافي هرنانديز ولاعبين آخرين. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الموجز، في أمان الله.